سحر يجذبك من كل الاتجاهات. هنا بغرب ميناء الجزائر وبالتحديد ببلدية الحمامات يمتزج البحر باليابسة، أين تطل منارة بعلو يصل 37 متراً على مستوى الأرض. كابكاكسين منارة تعود إلى القرن 19، شيدها المستعمر عام 1868 لتسهيل مهمة البحرية الفرنسية على طول الساحل الجزائري. رغم مرور الزمن لا تزال صامدة، وهي إلى اليوم معلم للسفن ينير درب البحارة. المنارة عندها يعني إشعاعات تضرب حتى كي تكون يعني لا فيزيبيليتي حتى 50 كيلومتر. هي عبارة يعني عن دليل أو كما نقولوا ستانغيد بور لو باطو، يعني الباطو كيجي من لهيه كيجي سواء يعني على الشرق ولا الغرب يعرف باللي هنا هذه المنارة. ما يقدر باش ما يقدرش يدنا لهنا، باسكو هنايا كي يدنا لهنا كاين لي روشي بزاف، تما يتنبهوا باللي كاين اخطار كي يدنا للبحر. القيمه التاريخيه للمنارات يختصرها هذا المتحف الصغير الذي يجمع عتادا جاء به من 32 مناره. هنا بمدخل كابكاكسين عبق التاريخ لا يضاهيه شيء. حميد رئيس المنارة لأزيد من 30 عاماً يعود بنا إلى تفاصيل هذا الإرث التاريخي. سي ديستوريك دي فار سي لو ماتيريال كي ايتي يوتيليزي لا بترول جوسكا ليكتريفيكاسيون اي اون اريف او بانو سولير سي ديفوليسيون دو ماتيريال هذا سي دي فيلتر دو لوميير بور شانجي لا سوا لا سيجناليزاسيون سوا ان فير ولا ان روج ولا اون مي دي فيلتر. Tout dépend de la couleur, de la couleur. Maintenant, les différents réservoirs, tout dépend de l'emplacement du phare. Maintenant, des réservoirs de ce genre ou l'un ou l'un qui m'a aidé. Réservoir à air comprimé plus le pétrole. منارة كابكاكسين بهندستها المعمارية الفريدة من نوعها وكنوزها الشاهدة على حقبات الزمن هي اليوم تراث بحري من شأنه تشجيع السياحة وجذب الزوار. تراث سيظل يروي للأجيال حكايته مع الزمن، حرصه على سلامة البحارة وتفانيه في إنارة الساحل.